مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ماتش المقاولين بكره يمكن يكون اهم حاجه في المرحله اللي احنا فيها، يمكن لاسباب كتيره جدا، هو اهمها واولها انك انت تستعيد موقعك الطبيعي مره تانية في صداره الجدول. مهم جدا اقول انه المقاولين رغم ان العروض بتاعته السنه دي، يعني المقاولين السنه اللي فاتت كان عامل سيزون اكتر من رائع ومفنش رابع ومقدم عروض في منتهى القوه، لكن السنه دي يمكن في تراجع في مستوى الفريق بشكل عام، النتائج مش على نفس المستوى، لكن ده معناه او مش معناه ان المباراه سهله، واحنا متفقين ان كل الماتشات اللي بياخدها الاهلي خصوصا ماتش المقاولين ومن بعده بيراميدز قبل ما توصل كاس عالم انديه ماتشين اعتقد في منتهى الصعوبه، واعتقد تجهيز مثالي، يعني فرصتين محترمين جدا قدام الجهاز الفني واللعيبه عشان يجهزوا ويحضروا ان شاء الله لمشوار بقى كاس عالم الانديه، والنهارده هيكونين واقفه ان شاء الله مع المشوار. هندي حضراتكم معلومات يمكن لاول مره تعرفوها عن الدحيل، ونحاول نقربكم اكتر من الفرقه اللي الاهلي هيواجهها في بدايه انطلاق بطوله كاس عالم الانديه. خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب التتش نعرف اخبار تمرينه الاهلي النهارده. شريف مساء الخير. مساء الخير، تحياتي ليك زميلي احمد وساره ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن تمرين النادي الاهلي انتهى منذ قليل، ممكن وغادر ايضا فريق النادي الاهلي الى احد الفنادق في التجمع الخامس، طبعا ليله مباراه الاهلي والمقاولون العرب اللي هتكون بكره باذن الله في الخامسه على استاد الاهلي، والسلام يا رب باذن الله يا رب يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. اهم معالم التمرين النهارده تكلمنا عن الكلام او الشغل اللي اشتغل عليه مستر موسيماني مع الفريق استعدادا لمباراه المقاولين. يا شريف، يمكن مستر الاول بيتسو موسيماني اعلن عن 21 لاعب في قائمه فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، في خط الدفاع سعد سمير وبدر بنون وايمن اشرف وياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، بيكهام، السليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، قفشه، حسين الشحات، كهربا، طاهر محمد، طاهر مروان، محسن بواليا، محمد شريف، صلاح محسن. 21 لاعب يا رب باذن الله يكون موفقين بكره في الحصول على الثلاث نقاط. التمرين كان في الثالثة عصرا بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسطورة الكابتن محمود الخطيب اللي اتفرج على المران من أول دقيقة لحد آخر دقيقة. يمكن المران بدأ في الثالثة والنصف بعد محاضرة فنية استمرت حوالي نصف ساعة شرح فيها مستر بوتسيماني القوة الكبيرة طبعا لفريق المقاولين العرب ونقاط الضعف الفريق المقاولين العرب في محاضرة فيديو. ويمكن النهارده كان مران خفيف لأن امبارح كان المران قوي جدا، النهارده نسب بالحمل الحمل البدني طبعا حرصا على سلامه اللاعبين. كان في جلسات النهارده كتير جدا ما بين الشناوي ومستر بيتسو موسيماني، كابتن سيد ابو حفيظ وايضا والشناوي، كابتن بيبو اتكلم مع او جلسه مع مدير الكره طبعا الكابتن سيد ومع مستر بيتسو موسيماني. يمكن جلسات كتيره النهارده بيعقدها المدير الفني مع اللاعبين كتيره النهارده. وليد سليمان كان موجود النهارده عشان ينفذ البرنامج العلاجي ليه. يمكن الكل شغال، الكل بيعمل في عمله علشان خاطر مباراة المقاولين العرب. مستر موسيماني حذر من التفكير في كأس العالم للأندية والتركيز فقط في مباراة المقاولون العرب، محدش يتكلم خالص المعسكر غير على مباراة المقاولين العرب، ومحدش يتكلم على أجواء كأس العالم ولا مباريات كأس العالم ولا كمان على مباراة بيراميدز، التركيز ثم التركيز في مباراة المقاولون العرب. يمكن ده كانت أبرز ما جاء في مران اليوم. طب شريف طمني كمان على قفشه اللي امبارح يمكن كان غادر التمرين باصابه خفيفه، بس النهارده كان موجود في التمرين الجماعي. النهارده شارك قفشه وبيعلن جاهزيته لمباراه الغد بكل قوه. امبارح كان في كدمه، فضل الدكتور احمد ابو عبله ان يريح قفشه امبارح، النهارده بيشارك في المران وبيعلن جاهزيته لمباراه الغد. والمناسبه النهارده كان في جلسه طويله ما بين مستر موسيماني والدكتور احمد ابو عبله، اتكلم فيها عن اصابات الفريق لان خلاص تباعا في الفترات المقبله هيبدا يخش بقى كريم ندفد ومن بعده محمد محمود ومن بعده من لاعب محمود متولي. شريف شعبان بنشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اخبار تمرين او استعداد النادي الاهلي النهارده لماتش المقاولين غدا. بنتمنى طبعا لفرقتنا كل التوفيق.